تعالوا نشوفوا مع بعض خط سير الحلقة يمشي ازاي اذا عندنا المكونات بتاعتنا والماتيريال بتاعنا من خير ارضنا. تشكيلة من الخضار اذا كان بصل اخضر، خضرة، كوسة وجزر وبتنجان. وتعالوا نعمل مع بعض مقادير طاجن الرز بالخضار، مقاديره على الشاشة. معانا رز مصري مسلوق مسبقا ومتبريد في التلاجة، لازم يكون كده. معانا من الكوسة والجزر وتشكيلة من البتنجان الأبيض والأسود، بصل أخضر، معانا كزبرة خضراء، معانا بصل وتوم. دي المقادير البسيطة السهلة، وكمان تشكيلة من التوابل وماء يغلي على النار لتسهيل العمل وفي نفس الوقت كمان نكسب وقت. تعالوا نشوفوا المقادير، بسيطة على الشاشة، اكتبيها ورايا سريعا. تاني، تشكيلة من الخضار اللي موجود عندك في التلاجة إذا كان بسلة أو بتنجان وكوسة وجزر وبصل أخضر وتوم. ومعانا رز مصري، ده الأساس بتاعنا. طبعا الموضوع ده ما فيهوش لا لحمة مفرومة ولا فيه فراخ خالص، هو طاجن الخضار بالرز. هنشوف نعمله إزاي بأفكار بسيطة، بس لازم تسمعوني وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. تعالوا مع بعض، أول حاجة نبدأ بيها نشتغل مع الخضار. طاسة كبيرة على النار، بنحط معلقتين من زيت الزيتون. حلو قوي. هي الخضار والرز، ولكن الطريقة مختلفة. اتعودنا من الشيف المغازي دايما بنعمل أكلات بسيطة وسهلة وبأفكار جديدة بنفس المكونات بتاعتي. باخد الكوسة أقطعها بالشكل ده كده، حلو. وعندي الزيت على النار بيسخن، بشيل الطاسة كده وأقطع الكوسة بالشكل ده كده. كوسة يعني مفيدة للقلب، غنية بالألياف، بتعالج مشاكل كتيرة منها الإمساك، بتريح المعدة. معانا بتنجان برضو غني بالألياف، غني بالحديد، في كل العناصر الغذائية اللي ممكن تفيد الجسم إذا كانوا الصغير أو الكبير أهو. وعلى فكرة دايما لما بجيب بتنجان الصغير ده بجيب الأبيض والأسود عشان محدش يزعل. حلو، من البتنجان. حلو بالشكل ده كده. طاسة على النار شديدة الحرارة. تاني، معانا زيت زيتون، معانا بصل متقطع شرايح. أنا عايز الخضار شخصيته تبان من كل الأنواع. حلو، ننزل بالجزر عشان بياخد وقت كبير شوية في السوى. أنا عارف إنك بتحب الألوان، مخرجنا الجميل دايما يقول لي قبل ما نبدا الحلقه شيف مغاز عايز الوان في قلب الحله. دايما اللي عينه حلوه بيحب الالوان الحلوه. الالوان اللي انت بتحبها في قلب الطاسه. ومن الطاسه جبنا سر الخلاصه. التقليبه دي كده حلوه. مش هحط توم دلوقتي، خضار زي ده على النار ما تحطلوش توم. الطيم او نسبه التسويه للتوم او احمراره ما تناسبش الخضار ده كله خالص، فيضطر يتحمر وياخد لون يبوظ لك الاكله، سواء من المرار سواء من الشكل. تشويحه كده للخضار بتاعنا اهو. عندي شويه بسله كمان، اللهم صل على النبي. بسله دي كتير، حط شويه منها. البصل بالشكل ده كده اهو. في حاجات المربى ماشي، بس اقول لي اعمل لانشون في البيت، اعمل بسطرمه، اوكي هنعملها، بس الولاد اتعودوا ياكلوها من بره بشكل، فهيبقى فيها شويه كلام وفيها طبعا ملاحظات كتيره، مش زي بتاعه البقال اللي على الناصيه. يا ماما كلنا اتفطمنا على البقال اللي على الناصيه، حته الجبنه الرومي الحلوه، شويه البسطرمه مع البيض، الحاجات اللطيفه دي اللي كلها ذكريات معانا واكله ام. خلي بالكم، بس نعمل لانشر في البيض، يعني ماده جيلاتينيه، ومعانا اللحم المفروم الناعم ينطحن ناعم وبياخد ماده جيلاتينيه جامده، وبعدين بيتحط في قالب مع التوابل او مع زيتون اذا انتوا حابين، وعمليه تبريد وعمليه هيكله بقى وميكانيكيه عشان يطلع زي بتاع البقال. الخضار بالشكل ده كتير اهو، نبدا نحط عليه شويه البهارات الحلوين. اما المربى سهله جدا، اي نوع من المربى اذا كان فواكه زي مربى الجزر، مربى البرتقال، حسب ما احنا حابين. لازم نحط طبعا عصره الليمون مع المربى عشان عمليه الاكسده وعمليه الحفظ. وعايزاها طبعا يبقى لها قوام، بتجيبي الجيلاتين او الجيلي اذا كان مثلا بتعملي مربى فواكه، بتجيبي الجيلي اللي تابع للفواكه. مربى برتقال بتجيبي جيلي برتقال عشان تاخد لون وطعم وكثافه. زعتر مع توابل بالشكل ده كده، شويه الملح الحلوين. انا كده بحضر الخضار. حلو قوي.
هتقول لي ايه الجديد يا مغازة؟ انت بتضحك علينا يا راجل يا طيب. لا ما فيناش من ده، لسه القصه بتاعه الرز جايه معايا. زعتر بري حلو بحطه هنا كده، معايا روزماري زي الفل طازه، باخد طبعا الفليفر بتاعه بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي اهو، واقلب دول كلهم مع بعض. الخضار بدا يديلي اللون، بدا يديلي الطعم، بدات التحميره حلوه. الخضار هنا طبعا محتاج ان انا اسقسقه بشويه ميه. شايفين البتنجان خد لون ازاي؟ شايفين الكوسه خدت لون ازاي؟ لسه التوم ما حطتوش، خلي بالك. حط شويه التوم الحلوين بقى. وانا بحط التوم اغذيه ادلعه بمكعب من الزبده. واحط شويه التوم الحلوين. ده المطبخ، انا عايزك تتعلمي التركايه دي. كده التوم هيستوي وياخد لون في نفس ال بص بعمل ايه. بص على الحلاوه اهي، التومه مع الزبده مع تشكيله من الخضار. ايه الصوره الحلوه دي؟ تتحدث عن نفسها. الكلام ده على شاشه القناه الاولى. تقليب اهي. يلا خلص الكلام. شقشقه ميه معايا زي الفل. اللهم صل على النبي. يلا صل على الحبيب، قلبك يطيب. واسيب الخضار يا مغازي. لا مش هحط طماطم، انا حر بقى. الطماطم هنا بيسرق الطعم وبيسرق الشكل، والخضار هنا بيبقى ضعيف الشخصيه في قلب الكاسروله. حلو، انا عايز الخضار يبان بالوانه الحلوه دي كده، النعم ربنا علينا. هغطي الحله دي ونيجي لقصه الرز هنقدمه ازاي مع الطاجن. الكل مفكر دلوقتي ان انا هطبخ شويه رز هنا وده طاجن رز بالخضار، كده ما عملناش حاجه، كده زي غيرنا، احنا عايزين نعمل افكار حلوه. احنا متفقين وسياسه البرنامج بتاعنا بالحاجات اللي موجوده في الثلاجه تعملي افكار بسيطه وسهله لاكلات تناسب الصغير والكبير، ما يكونش عليها اعتراض. ادي الخضار على النار، حلو. تعالوا نشوف الرز هنشتغل فيه ازاي. باخد الرز، بجيب بوله حلوه زي دي كده، اللهم صل على النبي اهي. الله. واحط في البوله دي يا مغازي بصلايه ناعمه، تومه ناعمه، كزبره خضراء ناعمه. حلو قوي. شويه ملح اذا انت مش حاطه ملح على الرز وهو بيتسلق، خلي بالك الحاجات دي مهمه جدا. البهارات بتاعتنا، شويه بابريكا، شويه كركم. احنا قاعدين طبعا فريق العمل كلنا مع بعض بنشتغل كلنا لهدف واحد، دايما التجديد والتغيير، وفي نفس الوقت كمان الافكار اللي بتناسب كده في كل المناسبات. داخلين على مدارس يا مغازي وعايزين افكار حلوه للسندوتشات واللانش بوكس بتاعنا بتاع الاطفال الحلوين. كلنا عندنا اولاد محتاجين ان احنا نعمل لهم حاجات سريعه وسهله، ولكن حط في الاعتبار ان تكون قيمتها الغذائيه عاليه جدا، لان عندك الطفل في المراحل الاولى من عمره لغايه سن ال20 تقريبا بيمتص كل شيء وبيستفيد باي حاجه تعملها له. بعد 20 سنه اللي ذاكر ذاكر واللي نجح نجح. معانا البيض، معانا تشكيله من الخضار، بصله، تومه، كزبره خضراء، كل ده والبهارات. نيجي لعم الرز الجميل الحلو ده كده طالع من الثلاجه زي الفل. بنزله كده. هعمل داوود باشا من الرز من الاخر يعني، عشان اوفر عليك الموضوع وما تفكريش كتير. واقلب بيدي كده. ولازم الرز مسلوق جامد جدا. هم يعني بس اليابانيين ياكلوه سوشي وخلاص، ولا الصينيين؟ احنا كمان نقدر نستخدمه في حاجات تانية. الرز بالشكل ده كده خد البيضه وخد البهارات، والرز لازم يكون مسلوق جامد. وعندي زيت شديد الحراره، القلايه اللي هقلي فيها الزيت اللي بتقلي فيها البطاطس هتلاقيها عندك في البوتاجاز، طلعيها دلوقتي. محلك سرك يا ابو الشيف. الرز معانا قلبناه بالشكل اللي حضراتكم شفتوه قبل الفاصل. تاني هقول حطيت ايه. حطيت بيضه او اتنين حسب الكميه. الرز مسلوق يطلع من الثلاجه. فكره عمل السوشي بالرز او بالخضار او بالفواكه او بنعمله بالاسماك، حلو الكلام. وكمان حطينا بصله ناعمه وشويه كزبره خضراء وشويه البهارات الحلوين. هتقولي لي اللون ده جه منين؟ من الكركم والبابريكا. اللي مش متابع الحلقه من البدايه، عندي بوله فيها شويه ميه عشان تسلك ايدي، حلو، لان الرز بتاعنا المصري الجميل من نعم ربنا على المصريين غني بالنشويات والكربوهيدرات، عشان كده اليابانيين والصينيين بيستخدموه في السوشي، فطار غدا عشاء اكلهم رز مصري.
عرفتوا الذكاء له اللي جالهم منين؟ الرز المصري ربنا عندنا الحمد لله رب العالمين. خلي بالكم والله العظيم. طبعا ده اكلتهم المفضله السوشي. انا بستخدم دلوقتي الرز بعمل حاجه زي كده بعتجر خضار اهو الكور دي كده واخد الشويه دول كده داوود باشا حلو ايديا في الميه تاني حلو تاني عندي زيت شديد الحراره الكور دي او تتحمر في قلب الزيت دلوقتي وهتنزل مع الخضار اللي بيغلى على النار اللي الشاشه حلوه هتجيبه لنا دلوقتي. يلا تشكيله من الخضار في قلب الحله وشفنا التكنيك شوحنا بصله نزلنا بالخضار خد لون نزلنا بالثوم بتاعنا بالزبده مع مكعب من الزبده مع التومه اتحمرت كل ده مع بعضه واعمل شويه داوود باشا بحجم كبير شويه وايدي في الميه كده اطراف اصابع ايدي وانا شغال ايه الفكره يا شيف علشان ايدي تتسلك من الرز حلو قوي ينفع اعمل الرز السخن يا شيف مش هيبقى لطيف هو لما بيبرد الرز بيقفش كده بسرعه على طول ويتشكل معاك زي ما انت عايز والله بقى انت احسن مني عايز تدخلي شويه لحمه مفرومه اهلا وسهلا عايز شويه تدخلي شويه دجاج متعصج على النار برضو لازم الدجاج او اللحمه تستوي على النار ما تنزلش نيه خلي بالك سواء فراخ او لحمه عايز اتعلي المصروف شويه وتدخلي شويه جمبري ماشي داوود باشا من الرز خضار وتشكيله من الخضار على النار بتغلي في انتظاره كفايه دول كفايه دول هناخد الرز ده كده اللي عملناه بالشكل ده كده ونحمره في قلب الزيت اللهم صل على النبي يلا يا باشا تعالى اخبار الزيت ايه صلى على الحبيب قلبك يطيب ايه ده؟ ايه الصورة الحلوة دي يا مغازي؟ ايه القرمشة بتاعت الرز دي؟ اللي هتنزل في قلب الخضار؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ لسه ما خلصتش. اتفرج على الحلاوة حلاوة في قلب الزيت. يا راجل تفك ايه؟ ده لسه دي ألف بقى مطبخ. احنا بنهزر يا شفيق. الشكل كده نظافة أول بأول. ايدك في النظافة خلي بالك الطاقة الإيجابية والراحة النفسية بتيجي من نظافة مطبخك تقدري تقفي فيه ساعة واتنين وتلاتة واربعة اللي له عوزة بتخليه قدامك واللي ملوش عوزة بتشيليه من قدامك حلو الكلام؟ ادي الخضار بتاعنا اللطيف الحلو ونحط شوية مية كده حلو زي الفل بنزل بشويه كزبره خضراء والملح بتاعنا نظبطه الرز بيتحمر في قلب النار عندي معلقه هريسه حلوه كده مش طماطم دي خلي بالك دي فلفله حلوه هي بتدي طعم طعمها شويه تستاهل عالي بس خلاص ونقلب كده حلو قوي ناخد الخضار ده يا عم الشيف زي ما هو كده في قلب الايه الصينيه تشكيله من الخضار بالشكل ده كده يلا نغرفه مع بعض اللهم صل على النبي ايه الحلاوه دي يا شيف ايه الجمال ده حاجه احنا جبنا حاجه من بره الخضار ده في التلاجة افتح باب التلاجة كده استاذنيني وقومي شوفي كده التلاجة هتلاقي فيها الخضار اللي انا مقطعه ده بقاله اسبوع كنت بتحشي كوسه وفاضل حبتين كوسه كان عندك محشي بتنجان وعندك حبيتين بتنجان جزرتين ثلاثة بتعملي البيبي جزر وهكذا خدت الخضار ده كده زي ما هو يا عم الشيف هو ده زي ما هو وعندي كفته بتتحمر في قلب الزيت داوود باشا تاني اللي جاي متاخر اللي في الزيت ده مش داوود باشا انا بقول عليه داوود باشا لانه شبه داوود باشا كور الرز مقرمشه بصوا عليها ايه الحلاوه دي يا شيف يلا فرسان التلفزيون المصري جيبوا الحلاوه اللي في قلب الزيت الفكر الطهوي اخواننا في اليابان في الصين في ماليزيا في اندونيسيا بياكلوا السوشي بطريقه مختلفه هي غرب شبرا الخيمه ابو فاروق الشفيق اللي معانا انا بعرف شبرا كل حبايبي هناك واصحابي ورجاله كلهم وجدعان
شايفين بص انا عايز ايه الحلاوه، جيب ده، جيب الحلاوه ده، تعبان في الاكله دي يا غالي، شاه عمري في الاكله دي. تشكيله من الخضار قطعتها بشكل عشوائي، عمرتها على النار وشوحتها على النار، حطيت لها كفته الرز في قلبها. شفت الحلاوه دي؟ لسه ما خلصتش انا. وارصها كده. ممكن تاكلها نيه زي ما هي كده زي الفل عادي، مش جاي على بالك تحطها في الخضار زي ما هي كده، زي كفته اللحمه الجملي. زي الفل. لسه ما خلصتش انا، مهتم قوي بالطبق ده على فكره، لان قيمته الغذائيه عاليه جدا، وفي نفس الوقت كمان يا مغازي افكار بسيطه وسهله. طاسه على النار بالشكل ده كده. ركزي معايا عشان الخطوه دي مهمه جدا. هعمل ايه بقى؟ هو ده الكلام. اللهم صل على النبي. مكعب من الزبده. لسه ما خلصتش. مكعب من الزبده. استنى عليه هسه. حلو قوي. معلقه صغيره من الدقيق اهي، هي دي صغيره بتاعتي. حلو قوي. وحمر الدقيق في قلب الزبده لغايه لما اشم ريحه تحميره الدقيق مع الزبده. التركية دي مهمه جدا، خلي بالك. هو ده الجديد كمان. وانا بحمر الدقيق مع الزبده بنزل بشويه زعتر. يا ويلي يا ويلي، هو ده. وشويه بابريكا. واقلب دول كده. هنا الطعم. كده دور المعلقه انتهى حبيب هارتي. يلا جيب التركايه الاخيره. اللي بتتكلم عن نفسها. زبده، دي شويه زعتر. باخد الخليط ده عم الشيب زي ما هو كده. ركز معايا. عشان عايز احط جبنه. يا ويلي يا ويلي، قلب الصغير لا يتحمل. انا هحط جبنه. الله، حلو قوي. لسه ما خلصتش. هي دي الافكار، ازاي نعمل اكل جديد بافكار جديده باقل تكلفه عندك في التلاجة. اللي يفك اللغز ده واللي يفك الفزوره دي يتصل بينا. جبنه موزاريلا، جبنه بارميزان، جبنه شيدر، اللي موجوده عندك في التلاجة. هناخد كل ده يا مغازي، وعلى فين؟ على فين؟ على الفرن في درجه حراره 180 وندخله الفرن. يلا اللهم صل على النبي. والصوره الحلوه من داخل الفرن مع محتوى القيمة المالية بتاعته قليلة جدا، ولكن القيمة الغذائية تعلو قمة الهرم. حاضر ابن حلال والله، هشوف اللي ايه؟ عينيا يا فندم. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الحلاوة دي؟ طلع الرز، طلع الاختراع بتاع المغازي. يلا، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اختراع. هناكل كفتة الرز، ولا ناكل الكوسة، ولا ناكل الجزر، ولا نصلي على الحبيب؟ نصلي على الحبيب طبعا، أفضل حاجة. بمناسبة الصلاة على الحبيب، كالعادة الشيف المغازي، ما تفوتوش فرصة على شاشة القناة الأولى والتلفزيون المصري. حلاوة المولد السنة دي ليها معانا وقفة بإذن الله تعالى، وهنعمل أفكار بسيطة وسهلة، ونساعد كل أم تفرح ولادها وتعمل حلاوة المولد بأقل تكلفة. معلقتين زيت صغيرين. اللهم صل على النبي.